احنا ارتباطنا احتياديا المنظمة العالمية للغذاء والدواء، نعم، هي التي تجهز الأدوية ونحن ناخذ رأيها. وعدنا ايضا مثل ما تفضل السيد النائب المنظمة العالمية الجمعية العالمية للموصول واللقاحات، فعدنا ذن المنظمتين احنا مرتبطين بها، ذول المنظمتين روسيا والصين غير مرتبطة بها، لذلك احنا قد يكون عندنا يعني علامات استفهام على ما يجري في روسيا والصين. بالتالي الأدوية المعتمدة اعتمادنا على اللقاح شلون في الحالة؟ لا، احنا نعتمد هسه على التوجه الغربي اللي موجود، اللي هي الشركات المعتمدة اللي أجهزت بشكل طارئ من أقصد منطقة. الكمية اللي جايتنا من الصين، من الصين 50,000 ترى لا تعني شيء، يعني ما أدري أبدا، لا تحسب يعني ما ادري اذا تسببت بمضاعفات او هم ايه، لما يقول لك احنا نريد يتجاوز مرحله الاختبار يعني معناته المضاعفات. نتمنى انه خليه الازمه والساده الخبراء اللي موجودين بها، واكو خبراء ترى عراقيين خلف السيد الوزير، ترى مو شغله بسيطه، عراقيين وبالصميم بعراقيتهم وبعلمهم. يا سيدي يا دكتور، نحن نتحدث عن يعني وثائق علميه، يعني مؤسسات نعم علميه، يعني نعم يقول لك الصين ما اعلنت عن لا من اللي قال لا من اللي دكتور احمد لا عفوا دكتور احمد، احتمال ما متابع للشان الصيني، لا اطلاقا هذا الكلام مو صحيح، ممكن متابع للشان البريطاني ورجال اختصاص ومختص وتحياتنا له، وهذا شيء يعني فخر للعراقيين لكونه طبيب عراقي. نشرة الصين نعم فيما يخص الصين واللقاح الصيني معتمد لدى الصين، وكذلك قد استخدم، وهناك الوثائق التي تثبت بان هذا اللقاح قد تجاوزت نسبه نجاحه حدود دكتور احمد